سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت في من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ثم أن هذا الحديث يأخذ منه من ناحية الحديثية أن هناك حديث لا تقبل الرواية بالمعنى، لأنه في بعض الطرق في هذا: فأعدتهن أستذكرهن صبرا، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل: وبنبيك الذي أرسلت. في هذا الحديث لفظتان في الحقيقة استرحنا بعد، يعني أنبوينا مفهومة من شذوذ شوية. اللفظة الأولى: توضأ وضوءك للصلاة، فيها من الناحية الإسنادية إعلال. واللفظة الأخيرة: اجعلهن آخر ما تقول. فهل الواحد يقول مثلا هذا الحديث وبعدها يأتي يتكلم مع الزوجة بكلمة، أو يقول ذكرا آخر، أو يسبح، يتحرج. فبعد البحث الحديثي وجد أن أكثر الرواة لم يذكروا لفظة توضأ وضوءك للصلاة، ولفظة واجعلهن آخر ما تقول، لكن البنية الأساسية ثابتة لا إشكال فيها، وهي لفظة إذا أخذت مرجعك فقل: اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذه البنية ثابتة. الجزئية الأولى: توضأ وضوءك للصلاة. الجزئية الأخيرة: اجعلهن آخر ما تقول. فيهما كلام، فلمنازع نازع في ثبوتهما. نعم، تفضل. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. حتى نجمع بين النبوة والرسالة، لكن إذا قلت برسولك الذي أرسلت المعنى واحد، لكن بنبيك الذي أرسلت جمعت بين النبوة وبين الرسالة. جزاك الله كل خير يا شيخ محمد.